الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه يتقبل منا رب العالمين. حكم من طلق الزوجة، طبعا يريد أن هو يرجعها، بس رجعها بعد إيه بقى؟ بعد ما انتهت العدة، يعني بعد الثلاث شهور. وقال لا، مثلا أنت طارق فضلت زعلانة عند بيت أهلها خمس شهور ولا ست شهور، فراح طبعا بعض الإخوة، يعني المشكلة اللي حصلت معنا راحوا يرجعوها ويعم عشان العيال والبيت. قال له ترجع، المفروض كان رجعها ولو بالتليفون قبل ما تنتهي ثلاث شهور. انك تقعد خمس شهور زعلان على بيت اهلها وقال لها انت طالق وما رجعهاش، لازم ترجع بعقل جديد ومهر جديد برضه نفس القصه. فبرضه المتاخر القديم تتنازل عنه او تسامح في جزء منه وتتنازل حسب، فان طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوها هنيئا مريئا، ونحدد صداق جديد بشيك او بورق وإذن الولي والشهود، ويقعد الولي والإشهار وصيغة العقد والمأذون وزوجتك موكلتي، ويعزم الناس وبعد كده ياخذ زوجته ويتكل على الله. طب لو ما عملناش صيغة العقد الجديد دي، يبقى هم برضو عايشين مع بعض في الحرام، لأن والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء زي ما علمنا سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يصلح الحال ويتقبل منا، جزاكم الله خيرا.